لأن الرغبة تختار فقط الأفضل، ولأنها تستحب فقط الأفضل. إيد بإيد نبنيها مع حسام. طبعا أنا بحكي هاي باسم الفرد مش اسم رئيس بلدي. كملنا باسم رئيس بلدي حكيناها اليوم في الديوان. بس أنا هنا بحكي بها بشكل واضح. حسام اعرف وارفع راسك مظبوط. في وراك الشباب وأباء واختيارية اللي أثبت عمر التاريخ اللي هم بيعرفوا بس شغل واحد بحياتهم بالانتصار والتوفيق. وأنا شاب فتى أنتمي لعائلة الصغرى بعدام والعائلة الكبرى باقة الغربية. يهمني كما يهمكم جميعا إسناد هذا المنصب لمن يقود السفينة بحكمة ودراية وتفهم. نحن اليوم إذ نقدم أنفسنا كمرشحين فإننا نقدم ما اعتادت عليه باقة الغربية منا، تقديم الأفضل والأشطر، قويا وأمينا، مليئا بحماسة الشباب، ومستندا إلى مرجعية ذوي الإصالة والحكمة. فلا يوجد أفضل منك عزيزي حسام حافظ أبو طوق لرئاسة بلدية باقة الغربية. أهلي أبناء عائلتي وجميع عائلات باقة الغربية الأفاضل، الضيوف الكرام، حللتم أهلا ووردتم سهلا. أرحب بكم جميعا في بيتكم الثاني الذي يشرفنا ويسعدنا أن تكونوا أبناءه. في هذا اللقاء أود أن أستعرض جزءا من خطة عملنا والتي أسميناها رؤية واضحة. خطة عملنا هذه بنيت وأسندت فعلياً لمشروع بناء الإنسان في باقة، وهي تستند على أربع محاور أو أربع نقاط: ثقافة الإنسان، حل مشكلة الأزواج الشابة، توفير فرص العمل، استئصال جذور العنف. وما عندي شك إنه أهل باقة راح تختار المرشح الأنسب، ومجموعتنا بتقدم لأهل باقة المرشح الأفضل والأنسب دائماً. مشوارنا بده تكاتف، مشوارنا بده تعاون، مشوارنا بده إصرار. الهدف قدامنا واضح لأنه عندنا رؤية واضحة. هذا المقر افتتحناه اليوم، إن شاء الله كلنا نلتقي اليوم الانتخابات وإحنا مرفوعين الرأس. وشبابنا وأخواتنا ومعا حتى الفوز في يوم الناصر. والسلام عليكم ورحمة الله.